أحمد الشميري من اليمن. اليوم نتحدث حول موضوع لطيف وموضوع جميل، موضوع اجتماعي ربما هو الأسماء. نتحدث اليوم عن الصداقة، الصداقة التي هي أجمل العلاقات بين شخصين أو بين أكثر، وأحيانا بين مجتمعات، كما هي الصداقة اليمنية الصينية. دائما ما تتسم الصداقة بالإخاء والمودة والوفاء والصدق، لأن الصداقة هي منبثقة من الصدق. وكثيرا ما تغنى المغنون وكتب الأدباء والشعراء أبيات جميلة وأنا الصدق وأنا الصداقة. فلعلنا نستحضر هنا ما قاله الشافعي: سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديقا صدوقا صادق الوعد منصفا.